أنا السلام عليكم، أنا والد طفل يوسف ليبي الجنسية. طبعا أنا جيت من حوالي سنتين ونص هنا دولة مصر، وأعرف أن دولة مصر متقدمة في الطب يعني، وجبت ابني عنده مية على المخ. وجيت هنا طبعا قالوا لي على مستشفى كبيرة في سموحة، رحت المستشفى وعملوا تحاليل والأشعة، وني قالوا لي ابنك عايز لازم نعمل له شنط جهاز شنط، عنده مية على المخ ولازم نعمل له جهاز شنط. قلت لهم ماشي. خلاص حجزوا الطفل ودخلنا. تاني يوم بيقولوا لي خلاص نحن هنعمل له تحاليل وان شاء الله بكره هنعمل العمليه بتاع الطفل. تمام. قالوا لي طبعا انا دفعت حوالي 50,000 الاول في الخزينه، بيقولوا لي عاوزين 35 تانيين عشان هنجيبوا جهاز شنط 35,000. قلت لهم ماشي، اديتهم 35,000 وعلى اساس ان العمليه حتتعمل بعد المغرب. اتفاجئت الدكتور قال لي انا اديني طبعا الفلوس بتاعي بتاع العمليه حاخدها. هو بيقول لي انا حسابي برا المستشفى. الحساب على الموبايل. بيقول لي انا قاعد برا عند المستشفى، انا اديني حسابي برا المستشفى، والحساب اللي انت دافعه في المستشفى ده المصاريف بتاع المستشفى مش تبعي. قلت له ماشي. جيته برا، على المهم اعطيته، قال لي عاوز 65,000، اديته 65,000 على اساس انه هو يعمل العمليه وعلى اساس انه بيدخل العمليات. بعدين بيقول لي لا الطفل مش جاهز، حنعملها بكره. بعد ما اخذ الفلوس قال لي حنعملها بكره العمليه، الطفل مش جاهز. قلت له ماشي ما فيش مشكله، بكره. جيت ثاني يوم على الزياره بتاع الطفل الساعه 1 كده، لقيت انه هو كان عامل عمليه وطلع من العمليات. ازاي؟ قالوا لي لا الدكتور جاء بدري وعمل عمليه للطفل وحالته مستقره الطفل. قلت لهم ممكن نشوفه؟ قالوا لي يعني هو لسه طالع من العمليات، النهارده مش هتشوفه، تعال بكره. قلت لهم ماشي. عرفت انت ان حاله الطفل تدهورت؟ ده بعد شهرين. انا طبعا قعدت كل يوم نيجي ندخل 10 دقائق. شهرين في العنايه. وبيقولوا لي حالته مستقره، لازم يقعد يومين. ده اليومين قعد عليهم شهرين، وانا كل يوم ماشي طفل نايم. بيقولوا لي لا ان هو حالته مستقره وعادي، ونحن بنديله علاج نايم على اساس ان هو واخد العلاج ونايم، مالوش ان هو في غيبوبه ولا ان العمليه غلط، مالوش كلام ده. على المهم رحت سألت على دكتور برا اسمه محمد الرحماني، رحت وصلت معاه وقلت له انا عايزك تيجي تشوف الطفل. طبعا الدكتور اللي عمل عمليه معش اختفى، والمستشفى تقول لي نحن مالناش دعوه يعني. انت شكيت ان في حاجه؟ شكيت ان في حاجه غلط. رحت جبت الدكتور من برا، دفعت له فلوس وجاء زاير شاف الطفل. لما شاف الطفل قال لي انت عارف ان ابنك في غيبوبه؟ قلت له لا. قال لي لا ابنك في غيبوبه والعمليه غلط اللي مع يعني اللي عاملينها للطفل. احساسك ايه بقى في المصدر؟ انا على طول طلعت منهم، رحت فتحت محضر في المستشفى وقلت لهم 1 2 3 حصل معايا في المركز الشرطه بتاع سيدي جابر، وبعتوا معايا مين الشرطه للمستشفى وشاف الحاله وعملوا لي محضر، وقالوا لي خلاص نحن حنودي المحضر ده للنيابه وشوف النيابه تعمل ايه. ما حاولتش تتواصل مع الدكتور اللي عمله العمليه؟ ما فيش. المستشفى بتقول لي ساب الطفل ومعاش يجي هنا المستشفى. رحت له العياده بتاعه بعد شهرين. سالت على العياده بتاعه ورحت. لما رحت هناك بيقول لي انا ماليش دعوه، انت بالمستشفى بتقول لي ان انت اخذت ابنك وطلعت. قلت له ازاي ياخذ ابني يعني واطلع والحاله ابني في غيبوبه والمستشفى مش هتخليني اخذ ابني؟ يقول لي لا انا ماليش دعوه بيه، اكيد ابنك حالته اتدهورت وانا ماليش دعوه بيه. هددك؟ بعت لي على الموبايل بيهددني، بيقول لي انت فاكر نفسك في ليبيا، انت في مصر. عشان اشتكيته بس. يقول لي انت ازاي تشتكيني، انت فاكر نفسك في ليبيا، انا حدفعك دم قلبك انت والمدام، مش هسيبك في حالك. انا تكتب علي مره ثانيه على النت ولا تروح تشتكي، انا حنصرف يعني مش عارف يعني، يقول مش عارف اتصرف معاك ازاي
ولا يعني ما فهمتش من التليفون هددك انه يبعت بلطجيه بتاب التليفون مره. وبعدين لما انا ما عدلتش عليه وقعدت اكتب تاني على النت ان الطفل ان الدكتور ده عمل كذا 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 بيقول كلمني بالتليفون بيقول لي انا حبعت لك حد حيدي لك على وحيرحلك من هنا يعني حنوديك من هنا ليبيا ترحيل انا مش حسيبك في حالك وحدفعك دم قلبك وكلام يعني من ده. ورحت النيابه قلت لهم راح حصل معايا 1 2 3. وللاسف يعني انا في الاول لما رحت النيابه وقلت ان دي مصر عارف ان فيها دوله قانون وحياخدوا حق الطفل يعني مش حيسيبوا حقه كده اتفاجئت ان النيابه كلها ماشيه على التقارير بتاع المستشفى مش ماشيه تقارير المستشفى اللي هي الخصم بتاعي اه الكلام عيله كلام ما فيش منه المستشفى بتقول ان الطفل جاي على كده حالته وانا عندي ورق وعندي حتى ورق ان الدكتور الثاني اللي عمل تصحيح عمليه بيقول ان هي العمليه الاولانيه غلط وهي اللي سببت في مشاكل وسببت له ضمور في المخ 80%. طب هو دلوقتي بيشوف هو لا بيبص اللي حصل على العمليه هو قاعد لا بيشوف ولا بيسمع ولا ما فيش قاعد شبه غيبوبه بيفتح عينيه كده وخلاص وعنده كهرباء زياده انا بالوقتي قاعد اعالج فيه بالكهرباء الزياده اللي عنده بياخد علاج اهو العلاج بتاعه واعمل له في علاج طبيعي باش ما يجيلوش خمول يعني ويقعد لازم الدكتور بيقول لي استمر على العلاج الطبيعي لين ربك يشوف. دفعت كام لغايه دلوقتي؟ انا عديت المليون ومعاها انا فت المليون وخسرت شغلي يعني حتى الشغل بتاعي رفضوني بشغلي وقعدت كده والله يعني محتاس الحمد لله على كل حال يعني انا ده كله مش عاوز اتكلم على الفلوس ولا حاجه انا عاوز الطفل بس يعني يا ريت يتحسن الطفل انا خلاص والله الدكتور بيقول لي انت فاكر نفسك في ليبيا انت في مصر وانا مصر يعني انا والله يا واحد نحن عارفين انا عارف من زمان انا اسمع ان دوله القانون مصر وفيها يعني انا ما اقولش دكاتره كلهم فاشلين يعني ما شاء الله فيها دكاتره كويسين يعني زي الدكتور من ليبيا لمصر عشان كده سبت انا ليبيا عارف ان هناك ما عندناش طب نحن في ليبيا الله غالب وكاين حرب يعني ومشاكل يعني جبت الطفل وجيت على طول هنا ما رحتش لا تونس ولا رحت بأوروبا ولا رحت بي يعني انا استطعت اني كنت نطلع بيه برا يعني انا المليون اللي دفعها انا كنت نطلع بيه اي دوله اوروبيه لكن انا جيت مصر هنا يعني مصر على طول انا مش اول مره يعني انا في السنه نيجي 3 4 مرات نتفسح ويعني اي حد بيعيا من قربي يجي هنا و اشكرك جدا الحمد لله يا رب العالمين يا رب شكرا بارك الله.